الحرب الإعلامية لا تقل أهمية وخطورة عن الحرب العسكرية، وهي تحتاج إلى خطط واستراتيجيات ومشاريع يقوم عليها أصحاب تجربة وخبرة، ولا يجب أن تترك للهواة. لكن مع الأسف الآن مع ظهور أو موجة السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي تغيرت المعادلة. اللي مسيطرين على أو متصدرين مشهد السوشيال ميديا هم غالبا من غير الإعلاميين، يعني ما يمتلكون تجربة إعلامية ولا سبق أن اشتغلوا بالصحافة، فيجتهدون اجتهادات خاطئة وأحيانا مضرة للبلد وللمجتمع. من هذه الاجتهادات أنهم لما يجدون شخص من المغرب ولا من العراق ولا من فلسطين ولا من سوريا نزل فيديو يتهجم فيه على السعودية ويسيء إلى المجتمع وإلى السعوديين وإلى البلد وقيادته وتاريخه ومنجزاته، يسارعون بذريعة الرد عليه، يسارعون بنقل هالفيديو عبر حساباتهم اللي تابعها مئات الآلاف، أحيانا بعضهم يتابعون مئات الآلاف، بعضهم تجاوز المليون، ومع ذلك يتورط بنقل أشياء تسيء للبلد على أنه يعني يتذرع أنه أنا أرد عليه، وأحيانا الرد يكون ضعيف ولا يجيب نتيجة، بل العكس يخدم الطرف الآخر. وحنا نعرف أنه بعض الفيديوهات بعض المشاهد ترتب لها يعني أجهزة مخابرات معادية، يرتبون المشهد بشارع يدوسون أعلام السعودية وصور الرموزة ويتكلمون بألفاظ مسيئة للسعوديين بهدف إيصاله، ويبثونه عبر حساب ما يتابعه إلا 1000 و2000، يعني كان محدود الاطلاع عليه. هم هذول يسارعون يخدمونهم، يعني تحول أنفسهم من حيث لا يدرون إلى أدوات بيد أعداء المملكة، يروجون للفيديوهات اللي تضر بالسعودية وتسيله. المفروض يتوقفون صراحة، الموضوع أطول من كذا ويحتاج إلى استطرادات، ولكن الوقت لا يسمح. تحياتي لكم.